دري راه مريض وشكل عليا بزاف ديال الخطر، وخوه اللي مولف معاونو داكشي ومساندني راه توا تحط عليه البطل وراه مشدود توا في الحبس. دريه وحيده راه مكافحه مسكينه، وهادشي اللي كاين هرس ليا الشراجم راه كرفصني. وكنتمنى كنتمنى من السلطه يدوه الدواء. انا بغيت ولدي عايش الدواء. الباب اللي لحقت ليه كيتسد عليا، كيتعمل الدواء، الدواء عاد وكيستعملوه وكيمشي يدير عليه المخدرات، تعمل الدواء وكيدير عليه المخدرات. لانه داك الدواء ما خاصو يتشد في شي بلاصه باش الدري باش يدير، خاصو الدري يتشد في شي مركز باش يصح، ولا ما تشدش الدري وبقى يكمي ما غاديش يصح. كنتمنى سيدي ربي ومن السلطه يعاونونا باش الدري يمشي يتعالج، فهمتي؟ كيهرس عليا الشراجم، كيكرفصني هو باش يخاطرو، فهمتي؟ تيدير داكشي باش يخاطرو، راه مريض. وتا من الجيران رانا ديك النهار كانوا تا هما هذا، دابا شتيهم هما تخزنوا. ايوا دابا مشيت عند الرئيس ما كاين والو، دخلت عند القايد قال لك اسيدي ما كاين والو، لحقنا ال سميتو الخيريه داو الخيريه ما شدوش ثانيه ولدي ما شدوش، هو ما كيشدوش ما عرف الله وعلم. كيقول لك البلاصه ما كايناش، واش البلاصه ولدي كاع ما كايناش، لهاد الدري كاع ما كايناش، بخاطر البلاصه ما كايناش، ما يمكنش. عييت انا ولدي، عييت انا وليت خايفه دابا غيضربو. لا ماشي بخاطره هو تيدير داكشي، هو درويش مسكين، ولا كان ماشي بخاطره. دابا دابا راه ماشي بخاطره، البارح ما جاش للدار ما عرفتو فين مشى. وهادشي اللي كاين ولدي راه هو اللي كاين، انا ما كنكذب ما والو. دابا كيمشي كيعطوه كيعطوه المخدرات، الدري مريض، الدري مريض، ودوك اللي كيبيعو كيعطوه، ما كيقدروش الموقف. سمعتي يا ولدي؟ ما كيقدروش الموقف، ماشي لا الحق عليه دري يجري عليه يقول لي سير بحالك راك مريض ما ديرش. دابا دوك الفلوس اللي كيطلب من عند الناس كيمشي يشري بيهم. انا مشيت ثلاثة الخطرات ولا أربعة ولا خمسة، كنمشي كنبكي عليهم. مشينا هاد الجيران كلهم هما اللي كيسمعوا، مشاو معانا لعند الجدارمية. واش كاين شي واحد كيدي ولدو للسكة؟ بغيت عا ولدي يتعالج، ما بغيت حتى حاجة. أنا يتهرزوا الشراجم ولا يقعدوا الشراجم مالهم ما غيتصاوبوش. أنا بغيت عا ولدي يمشي يتعالج، ما بغيتوش يضيع، ما بغيتهاش ضربوا شي كاميو ولا شي طوموبيل. عندو 26 عام، راه كان مسكين، كان درويش وكان يخدم وكان يعاوني. راك شتي التصويره ديالو على المخدرات، على المخدرات اولدي. بالنسبه لهاد الولد هذا شي نهار غادي يقتل مو هاد السيده، ما كاينش اللي يفكها، ما غايجي عندها حتى واحد، حتى واحد ما غادي يوصل ليها، يعني هي اللي مضروره. انتما كجيران يعني حنا الا سمعنا الصداع ما نقدوش نهبطوا، علاش ما غاديش نهبطوا عندها؟ لحقاش الجندرم قال لك هذاك مريض عنده الوراق، ما يمكنش واحد غادي يهبط يمشي يضربوا ولا شي حاجه، هو غيتحمل المسؤوليه، الاخر ما غاديش يتحمل المسؤوليه. الدري خصو يمشي ويبقى في السبيطار، يعني خاصو يتشد باش انه ياكل الدواء ديالو ويدير. المهم شي نهار غادي يقتل هاد السيده. داك النهار دار حاله ما كتنعش بعدا اصلا، هي في الليل ما تتنعش، ما كتنعش بعدا هي. هو عنده الدواء ولكن تيمشي يكمي عليه، تيجي الى جا راه كيطلب ليها الفلوس، يقولها حضريهم دابا ولا غادي نقتلكم. لا هي لا اختها كيقولها دابا غتجبدي ليا الفلوس، ولا غادي اليوم غندير لكم شي كارثه. يعني هي في الليل دابا خصنا نديروا الزكرو من الباب ونسدوا الباب، يعني الا ما سداتوش يقدر يفرعوا عليها، هي يضربها ديك اللحظه يقدر يقتلها. هو راه يبقى فكر الا شتي واش الليل كله غيبقى في الزنقه، البرد والشتا بدا يقفقف، كيوقف على الناس كيقول لك لا راه غيضربنا غيدير. هو كيوقف كيطلب ليه، كيقول لك اعطيني الا ما عندكش، ولكن تتخاف انه يضربك على غفله، ما عندكش شنو غدير ليه؟ مشي داوى هاد الدري ما يبقاش عند امه هنايا. خويا انا ديما كنعاون الوالده ديالو، ديما كنجري عليه، ولكن ديما هاد السيده خاصها شي تدخل عاجل، لان هاد السيد مكرفس علينا ومكرفس على الجيران كاملين. وانا باسم الجيران ديالو كنقول لكم بغيت تدخل عاجل باش يديوه للسبيطار باش يتعالج هذا الولد هذا، لحقاش مكرفص مو مكرفصنا حنا كاملين. حتى واحد ما بغى يديه، مشينا عند القائد يعطينا التوجيه، دائما تعطينا التوجيه نديوه للسبيطار الرازي، ولكن هما ان فوا كنوصلوه في العشيه كيطلقوه. هادشي بغينا من وزاره الصحه تاخذ شي قرار باش ياخذوا هاد السيده. انا ديما كنفك هاد السيده، ولينا خايفين شي نهار يعني دائما دائما مع الجوج الليل ثلاثه حنايا ما كنعسوش وكلشي خدام، وراك عارف حنا بغينا هاد السلطات دخل وداد الولد للسبيطار يتعالج، حنا ما بغينا حتى شي حاجه. في السبيطار وكيريح في السبيطار، كنريح واحد المده في السبيطار كان جا مزيان، ولكن دابا راه ولات الحاله ديالو خطيره بزاف. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.